من يغيث البصر الفيحاء وينقذها من مخاطر الإهمال والتهميش والتضييق التي بدأت تهاجمها وتنهش بسكانها الأبرياء وتلقي بهم في مشافي خاوية وسجون مظلمة. فما يجري هناك يصنف جريمة بحق الإنسانية تستحق إعلان حالة الطوارئ على وجه السرعة. مياه الشرب الملوثة بجراثيم خطرة تقاوم مواد التعقيم أدت إلى ارتفاع معدلات إصابة المدنيين أطفال ونساء وكبار سن ورجال بالتسمم الحاد. وسط انشغال مسؤولي البصرة المحليين بتبادل الاتهامات وتحميل كل طرف للآخر مسؤولية ما يجري واكتفاء وزيرة الصحة بنفي وجود وفيات وانشغال قادة الأحزاب بتشكيل الكتلة الأكبر، أبناء المحافظات العراقية الأكارم سارعوا إلى مساندة إخوانهم في البصرة الشموخ من خلال تنظيم حملات وأرسال مياه معدنية معلبة لتخفيف حدة الأزمة التي يعيشونها. ولكن هل هذا يكفي ويعفي المسؤولين من واجبهم؟ في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، أهمال الواقع الخدمي والتضييق على الحريات المدنية، هل التظاهر السلمي جريمة يعاقب عليها المواطن البصري؟ سوف نناقش وإياكم حال البصرة وما يجري على سكانها مقصود، وهل الأمور لم تستوجب بعد إعلان حالة الطوارئ؟ يعني اجانا فد مسؤول وشاف الماي تمضمض بيه، اجى محافظ مجلس محافظه وشاف الماي. البصره رغم انه كل الاموال التي تخرج من البصره التي تغذي كل العراق الان اصبحت وكانما مستهدفه استهدافا حقيقيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبداية ننوه بإمكانكم المشاركة بأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال التعليق على عنوان الحلقة المرفقة ومن خلال إرسال الرسائل، وبإمكانكم أيضا مشاهدينا الكرام مشاهدة أيضا البث المباشر عبر صفحة تلفزيون الشرقية، بالإضافة أيضا بإمكانكم التواصل عبر موقع التويتر، بإمكانكم أيضا التعليق على عنوان الحلقة المرفق، بالإضافة إلى أنه بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيك وإيصال صوتك عبر المشاركة بالاتصال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لأكثر من أسبوعين والبصرة في مشاكل كثيرة وإهمال، يجد المواطن البصري اليوم بأنه إهمال مقصود لأكثر من أسبوعين، والمحافظات العراقية تستغيث باسم البصرة بأن البصرة اليوم تعاني من ارتفاع الملوحة، البصرة تعاني من التسمم، وصل أعداد الضحايا أو المتسممين نتيجة المياه، ارتفاع ملوحة المياه، وأيضا تلوث النسب الكبيرة، التلوث الكيميائي اللي وصل إلى 100%، والجهات المعنية لم تحرك ساكن، انشغال الأحزاب والكتل السياسية بتشكيل الكتلة الأكبر، والتصريح الأخير لوزير أو لوزيرة الصحة العراقية اللي أثار غضب الشارع العراقي بأنه 1500 مواطن اللي هم مصابين بحالة التسمم ومغص معوي إلى وجود لوفيات. الملفت للأمر بأنه فقط في العراق لا توجد كارثة، ما توجد أزمة إذا ما كان هناك وفيات أو قتلى أو جرحى، لحين ذلك
نجد بأن هناك أزمة وبأن الجهات الحكومية تتحرك. إذا استمر الوضع على ما هو عليه بدون وجود وفيات فبالتالي المشكلة صغيرة من الممكن تجاوزها. لأكثر من أسبوعين وجميع الجهات المعنية انقصر باتجاه المواطن البصري واتجاه مستقبل البصرة لليوم على المحك. المياه لا تصلح الاستهلاك مثل ما شاهدنا من خلال الفاصل قبل قليل بنفوق الحيوانات والثروة السمكية والمواطن البصري اليوم اللي متواجد ومرمي في المستشفيات وما موجود أيضا كادر ومستشفيات مؤهلة لاستقبال هذا العدد الكبير. فبالتالي اليوم التصريح الخاص بوزارة الصحة وأيضا الجهات المعنية المحلية الخاصة مقصرة وتعبر عن فشلها وتقصيرها تجاه محافظة البصرة وبالمحافظات العراقية الأخرى. نأخذ اتصال أم محمد من بغداد. نعم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يما؟ حياك الله. رحمة لوالديك. مناشدة للحكومة. الشباب اللي دا يشيلوها من الشارع. نعم. اللي عنده فلوس يدفع ويطلع. واللي ما عنده فلوس يلبسوا قضايا بالتعذيب. واني ابني اخذوه صار له 7 شهور. 7 شهور صار له اخذوه ما خلينا. ونركض. ساومونا على 5 دفاتر. ما نقدر نجيب اسماء. بس اللي نريده مناشدة الحكومة العفو العام اللي ما ثبت عليهم شيء ما ثبتت قضايا ابني كل شيء ما عليه بس يقول اعترافات من الضرب من الكتل والمحامي الأول لعب بينا طوبة وأخذوا فلوسنا وهسه خلينا المحامي ثاني بس اللجنة الطبية جتي متأخرة ورا 3 أشهر ما جتي صالحة رحمة الوالدك بس يريد يوصل صوتنا العفو عن هالشباب اللي متأذية ويا شباب مظلومة بالسجون الله يرضى عنك يرضى عن الجميع إن شاء الله أم محمد ونتمنى بعودة ابنك بأقرب فرصة وبأنه الجهات القضائية بأن تحقق العدالة والمساواة ما بين المتواجدين بداخل السجون ونشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى بأن توصل رسالتك للجهات المختصة وتحياتنا لك. نرجع لموضوعنا مشاهدينا الكرام اللي يتحدث عن المشكلة إلى الكارثة البيئية والكارثة الإنسانية اللي يواجهها المواطن البصري واللي تواجهها محافظة البصرة واليوم ده نشوف مثل ما يتحدث عنه المواطن البصري بأن ما يجري هو عقوبه عقوبنا لأن احنا تحدثنا عقوبنا احنا خرجنا بتظاهرات عقوبنا لأن مسكتنا على الفاسد مسكتنا على السراق بالتالي اليوم نحاسب ونعاقب على كسرنا الحاجز الصامت على خروجنا بالتظاهر. نأخذ الاتصال من البصرة أبو حسين ونشوف رأي أبو حسين. نعم أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام أبو حسين. مرحبا غافي شلونك؟ حياك الله. إن شاء الله بخير. شكرا لكم على الفرصة هذه اللي أتاحتها. تحياتنا لك. أبو حسين. أبو حسين اليوم بدنا نشوف من اللي دا يجري بالبصرة وقوف جميع المحافظات العراقية مع البصرة بحملة قطرة ما حسب ما أذكر إلى محافظة البصرة أو قطرة إلى البصرة. تعتقد بأن هذه القطرة وهذه الحملة ما حركت مشاعر ما حركت ضمائر السياسيين سواء النواب المحلي الحكومة المحلية الحكومة المركزية لابن البصرة لمحافظة البصرة سلة العراق اليوم اللي تعاني من كارثة من نكبة؟ نعم استاذ العزيز هناك خلال حديثك جانبين انطيتني السياسيين اضافه الى ابناء البصره انا ما ارد احكي عن السياسيين لان السياسيين 15 سنه و14 سنه ما تحركوا فما قد عندي سيرتهم خلينا نتركهم على صفحه احنا نوجه نداءنا ورسالتنا الى اهالي البصره نعم. اخوان المحافظات جاي ينتفضون جاي يطلعون لكم جاي يجيبون طاله المي يعني انت ايش تتصور مثلا هاي طاله المي شنو مثلا جاي يقول لك انا راح لك ازمه الرجل جاي يجي من المحافظات جاي يقول لك انا ارد اوعي الناس انت ناسك على البصر انتم طلعوا ما يحتاج واحد يجي لك من غير محافظه يقول لك يابا انا هو مساعدك كذا لا صار هاي المساعده هو جاي يقول لك يابا انا جاي اوصل فكره يابا اهل البصره ترى انتم راح تموتون انتم وصلت مرحله انه محافظات جاي يجيب لكم طاله مي هي شنو طاله المي؟ شو راح اسوي لك يعني؟ شو راح اغير لك؟ جاي يقول لك اطلع يا اخي ثق بذات الله اهل البصره راح يموتون اذا ضقت على الوضعيه هذا الماي يعني جاي يشوفون ناس حيوان ما جاي يشرب من الماء حيوان مكرم السامع يقرب حلقه من الماء يرفع راسه ما يشرب من الماء يعني تصور انت حيوان ما يشرب يعني البصره شلون جاي شلون ساكتين ما جاي يعرف والله طيب. احنا ابو حسين يعني
المشكلة مو بالجديدة خصوصا عن ملوحة المياه، ولكن خلال الأسبوعين الأيام القليلة الماضية المشكلة بدأت تتفاقم إلى تلوث كيميائي، يعني ارتفاع الملوحة لنسب كبيرة، وجود ديدان وحشرات بالمياه لا يصلح لأي استهلاك. اليوم أنتم كمواطنين بصريين إذا تشوفون بأن هذا الشيء متعمد أم هو نتيجة، أو اللي إذا نشوفه اليوم هو نتيجة الإهمال ونتيجة التقصير وحاصل الإهمال على مر الفساد على مر السنوات الماضية؟ لا، هو التلوث اللي صار وانتشار التلوث اللي صار هذا مو متعمد، لكنه الإهمال متعمد. نعم. إهمال التلوث، تراكم التلوث هذه السنين كلها، مياه المجاري جاي تمشي حال يعني شط العرب، مياه الشط العرب من جهتين جاي تندب مياه المجاري في شط العرب. ايش تتصور انت على مر هاي السنين؟ بالسنوات اللي فاتت منسوب المياه كان عالي، يروح للبحر، ما تبقى مياه جاريه، تبقى نظيفه، تروح للبحر هاي المياه المجاري. لكنه هسه اللسان الملحي صار اعلى من منسوب شط العرب، بدا يرجع بالعكس، جاي عليه يرجع، وصل هسه المنطقة النشوه، وصل منطقه اعلى من النشوه اللي فوق من منطقه البير. ف يعني مياه المجاري وين تروح؟ راح ترجع علينا، ترجع علينا. زي. احنا مياهنا اللي جاي تجينا من الاثاره تجينا مباشره من شط العرب، ياخذون من منتصف شط العرب اسرع جريانا واقل تلوثا. هسه ماكو بعد هاي جرسناها، هسه كله تلوث، تلوث 100% كيميائي، 50% جرثومي. يا استاذ والله العظيم ما اريد نحكي، يعني هو هسه ما جاي اعرف، يعني هي سيحتاج هاي الموضوع واحد مثلا اي ناشد، يعني ماي ماكو، انتم قاعدين ببيوتكم شنو؟ قاعدين شنو قاعدين مثلا؟ اطفالكم هسه واحد يسبح ابنه يسبحها بماي ملوث 100% كيميائي، يعني شنو هالغيره اللي عندك انت؟ شنو الاجراءات البديله؟ الاجراءات البديله اليوم ما يحتاج الناس، انت عندك اطفال، عندك عائله. نعم. انت من خلوك شيخ على عشيرتك؟ شنو خلوك؟ ما خلوك شيخ؟ نعم. ما خلوك شيخ، خلوك بس تلبس عقال تطلع بس المشاكل. طيب. لا اطلع هسه تفض الناس، كل شيخ يطلع عن اهله. نعم. عن ناسه، خلي وعي ناسه، طلعوا هسه اليوم المحافظ قال اعتصام، قال اعتصام، نسوي عصيان مدني. نعم. محافظ البصره نفسه قال اذا سكتوا لانه ابو حسين يعني يوم 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 الخامس والعشرين من حزيران البطرة. يوم الخامس والعشرين من حزيران قبل كم شهر الحكومة المحلية خصصت 450 مليون دينار عراقي لقضاء احدى الاقضية في محافظة البصرة، يعني ما يحضرني الاسم، لمعالجة ملوحة المياه. يعني اكو اموال قاعد تنصرف لمعالجه الملوحه او للمشكله اللي تعاني منها البصره، يعني هل هي هذه الاموال تخصص للسرقه؟ ماكو شيء على ارض الواقع، هاي المبالغ الماليه وين تروح؟ والله يعني هذا الكلام يعني جاي نسمعه من اسمع من حضرتك، انا ما سمعته حتى يعني من الاعلام ما سمعناه. نعم. انه اذا اكو اموال وتنصرف فاحنا ما يهمنا وين راحت الاموال، واحنا اللي يهمنا الفعل، وين الفعل؟ لكن هذا من حقك ابو حسين، من حقك انت كمواطن بصري من اموال ماليه تخصص، ما يخالف، انا شيء ما سمعته، انا اريد شيء اشوفه ملموس، ماكو داعي انا. طيب. خلي اسمع الف تصريح انه صرفت كذا وكذا وكذا. طيب. وهالجد مليار العباده للبصره، هذا الحكي ما يفيدنا، احنا نريد فعل. طيب. احنا اذا انا وين الفعل اليوم؟ وين الفعل اليوم ابو حسين؟ وين الفعل اليوم؟ المواطن البصري مرمي بالمستشفيات، واقع صحي ايضا متردي، ماكو فعل مهما كانت درجه الحراره جاي كم تتمنون منك انه تفضل. البارحه تصريح الوزيره وصار عليه كلام كثير انه 1500 حاله تعتبرها بسيطه، واكو ناس قالوا انه الا نموت، فانتم يعني ليش تقولون الا نموت؟ انت ليش تحكي مثلا والله الا يموتون اهل البصره؟ يلا الوزيره. نعم. الوزيره جاي يشوفك انت ساكت، انت ما جاي طالب حقك. طيب ولكن من واجبها ابو حسين، من واجبها، من واجب كل مسؤول بانه يقدم خدمه، وصل لهذا المنصب حتى يقدم خدمه لابن بلده، حتى يقدم خدمه للبلد، للمحافظات العراقيه، مو بانه تتظاهر وتعتصم وتنتفض وتجوبه بالسلاح وبالتضييق وبالسجن حتى تسترد حقوقك، من واجبها بانه تقدم جميع الخدمات، جميع الوزراء بانه يقدمون خدمه للبصره وبقيه المحافظات العراقيه. نشكر مشاركتك واتصالك ابو حسين من البصره، تحياتنا لك، ونتمنى واقع افضل لمحافظة البصرة، وبأن تزال هذه الأزمة وهذه المشكلة وهذه النكبة عن محافظة البصرة وأهالي البصرة. محمد من كلار. نعم محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام. تحية خاصة إليك ولكل المشاهدين الكرام في العالم كله. تعليقي بس في شيء واحد، أنه أولا أنا من كلار دا أتكلم بأنه
تغذية الأعراق كلها على محافظة البصرة 4 مليون برميل يطلع يومية، والبصرة كاتلها البصاخة، سوء الخدمات، سوء الإدارة المحلية، سوء تصرف الحكومة اللي انتهت قبل شوية ذكرت بأنه 450 مليون دينار خصولها، هم المسؤولين نفسهم يأخذوها. طيب أحد المسؤولين طلع بالتلفاز يقول إحنا خلونا نبقى خلي لي يجي غيرنا. طيب نحترمكم. أحد البرلمان اليوم إحنا نقول نوقفين ويا في كلر برلماني أعطينا أصواتنا، حسنا يسألنا يقول إيش عندكم ما عندكم ما يسألنا. إحنا المشكلة مالتنا هي مو مشكلة إنه شخص واحد، إنه مشكلة وطن، وطن ماكو يلفينا. شلون الوطن يلفينا؟ يطلع سنة اليوم المواطن، اليوم المواطن ما يطلع جنوب الشيء. بس الخوص بيستار المفروض انه هسه على البصرة ايش صار بي، احنا كلنا نأيدهم. انا في كلا رأيت ابو الوسط لازم يأيد، ابو الموصل، ابو الانبار يأيد، ابو البصرة يأيد، كله يأيد ابو البصرة. هسه يدافع على العراق كله، مو على البصرة فقط، على العراق كله يدافع وينطي ضحايا اعتقالات، قتل، جرحى، ديت الضحايا من أجلنا إحنا كلنا. يعني في كل هذا أحكي وياك، أني أيضا مواطن عراقي، يعني غذائي على البصرة، البصرة دي يغذي العراق كله وما يشرب ما عدوم. كنا نخدم العسكرية يطلع مني من التناكر للكويت ما يصالح يشرب البصرة وما عدوم ويشرب، خلي اسمع البصرة والعراق كله والعالم كله. يعني مواطن نعم عراقي دافع على البصرة، أهلي وأخوتي هناك أهمي أنا، لكن يحتاج لنا لشيء واحد، سوء خدمات. وهاي البرلمان هسه انتخبناهم يحتاج من عندنا إنه نوقف وقفة صامتة قوية، شمال جنوب وسط، نتفق ايد واحده نطلع مره واحده. يا برلمان ما نريدكم بعد، لان انتم دمرتونا من 2003 سقط نظام لحد الان. احنا تمنينا خير من هذول الفدراليين والديمقراطيين، شو توقعنا من عندهم؟ دمار بالتربيه، بالصحه دمار، بالخدمات دمار، عطاله بطاله متوفره ما شاء الله، ماكو تعيين، سكن ماكو للمواطن العراقي، سكن ماكو، يطلع السفر العراقيين يطلعون للخارج، والعراق هو اللي يجيب لنا فيتناميين، وحد في كردستان قلم خريج دكتوراه متخرج دكتوراه عنده، المسؤول يقول ليش ما تشتغل زبال؟ أنا خلصوا أهلي ذمتهم علي، صرت دكتور جامعي، أروح أشتغل بالزبالة والفيتنامي يجي يسوي مسؤول علي. كل محافظة عراقية وكل مدينة لها هم ولها مشكلة ولها متطلبات، وسنين المواطن ينتظر حتى تنحل هذه المشكلة وحتى تنحل هذه الأزمة. يعني مو معناته بأنه تحدثنا عن محافظة البصرة راح ننسى هم ومشاكل المحافظات العراقية الأخرى، ولكن للضرورة أحكام. احنا مستمرين وياكم، وبالحلقات القادمة إن شاء الله راح نتناول كل ما يشغل المواطن العراقي والمشاكل اللي يعانيها من البصرة أيضا. أبو نور، نعم أبو نور، أبو نور من البصرة تعال الهواء مباشرة. أبو نور للأسف انقطاع الاتصال. أبو نور من البصرة نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشارع البصري ورأيه بما يجري اليوم وما يجري اليوم في محافظة البصرة والواقع الخدمي والإهمال اللي يشوفه اليوم المواطن البصري بأنه متعمد. فنتابع. مطالب محاسبة المفسدين والفساد اللي تلاعبوا بأموال الشعب ومال محافظة البصرة، وإحنا مستمرين على الاعتصامات وعلى المتظاهرات وإن شاء الله العصيان المدني. الحكومة من زادت المظاهرات وزاد العصمان زادوا علينا وأشدوا العقوبة بالضرب الطلق الحي وبالماء زادوا علينا وبالكهرباء عاقبونا بالخدمات بالماء جاي يزيدون الماء ملوحته تقتل. يعني اجانا فد مسؤول وشاف الماء يتمضمض به، اجى محافظ مجلس محافظة وشاف الماء، اجى فد نائب من النواب البرلمان وشاف الخدمات الصفر في محافظة البصرة، لا تبليط، لا خدمات، لا شوارع، لا تعيينات، صفر. احنا طبقة فقيرة نعاني من الخدمات. يعني جاي يزيدون، قلت لك رغم علينا، رغم التظاهر ومستمرين يزيدون علينا الظلم، يزيدون المي المالح، لا كهرباء، لا شغل، لا عمل. يعني احنا مستمرين قلت لك بالمظاهرات وباعتصاماتنا. البصرة بصرة الخير، البصرة شريان العراق الناتج، ام النفط، ام المنافذ، المطارات الحدودية، واحنا مستمرين. ولا ما كانت مطالبنا مساء ما تتنفذ، احنا مستمرين تكون مطالبنا ومظاهراتنا غير مظاهرات وعصيان المدني، ومستمرين على هذه المظاهرات. بس ما يقولون بينا احنا الضغط مو بس بالبصرة، على كل انحاء العراق. احنا بعدنا مصرين ونبقى نعتصم ونبقى نتظاهر لحد ما يشالون الحكومة الفاسدة. احنا ما نريد العملية السياسية بنيت لخدمة الاحزاب وليس لخدمة الشعب، بالتالي كل مخرجات العملية السياسية هي لصالح حد
من الأحزاب لصالح أرصدتها ولصالح الكومشنات والمقاولات التي يقومون فيها في السلطة. هذا انعكس تأثيرا سلبا على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبالتالي دفعونا إلى درجة أن نطالب بالماء الذي هو من أبسط حقوق المواطن ومن أبسط واجبات أي دولة وأي حكومة. مجرد أن الشعب يطالب بالماء فهي إهانة كبيرة ودلالة على فشل هذه الحكومات، وأيضا على العقوبات الجماعية التي تقوم بها. يعني الآن البصرة من كوبا بالماء، من كوبا بالسرطانات، من كوبا بالغازات التي نستنشقها كل يوم، من كوبا بالإهمال. البصرة رغم أن كل الأموال التي تخرج من البصرة التي تغذي كل العراق الآن أصبحت وكأنما مستهدفة استهدافا حقيقيا من السلطة الاتحادية ومن السلطة المحلية، وهذا ما نراه الآن في خروج أهل البصرة منذ أشهر بتظاهرات، وقبلها منذ سنوات 2015 و 2011، ولكن الوضع لا زال على حاله، لا زال الإهمال ولا زال السوء يزداد في معاناة أهل البصرة. الحكومة بعد ما طالبنا بالكهرباء والماء والخدمات عدم الاستماع والانصافية لمطالبنا، بعد ما عجزنا من هذه المطالب ولم يتنفذ من قبل الحكومة، احنا صعدنا حقيقة مطالبنا ووصلناها الى تغيير الحكم من حكم جمهوري الى حكم رئاسي، وتغيير هذه الوجوه الفاسدة التي لم تصق الى مطالبنا الاولى. لذلك عمدت اليوم الحكومة عدم تنفيذ المطالب لكي نرجع للمطالب الاولى، لأنه عاجز اليوم أن تحقق أي مطلب، فأصبحت اليوم المطلب الأول والرئيسي تغيير الجذري، ولكن الحكومة مثل ما قلت لك تريد الإعادة بنا إلى المطلب الأول وهو الخدمات والماء والكهرباء، ولكن نقول حقيقة للحكومة نحن نرفض هذه الاستراتيجية التي تمشي به وتسعى إليه هذه الحكومة. أهلا بكم من جديد. مثل ما سمعنا قبل قليل إلى رأي شارع البصري، المطالب المتظاهرين خلال الأشهر القليلة اللي مضت والأيام والأسابيع لإخراج المواطن البصري بالتظاهرات للمطالبة بحقوقه ولعجزة أو تقصير من الحكومة المحلية والجهات المعنية، اليوم أيضا هي عاجزة عن إيجاد حل للكارثة والمشكلة اللي تواجهها محافظة البصرة. مشكلة تعاني منها محافظة عراقية واحدة وهي أزمة المياه، التلوث اللي اليوم التلوث البيئي اللي تعاني منه محافظة البصرة. شلون قادرين على قيادة العراق خلال المرحلة القادمة، تشكيل الحكومة القادمة، إذا أنتم اليوم غير قادرين على قيادة أو على أيضا إدارة أمور محافظة عراقية واللي يعتبرها أو تعتبر من أهم المحافظات اللي معها من خيرات وثروة وسمى سلة العراق الاقتصادية. اليوم مثل ما نشوف حتى هاي اللحظة وحتى هاي اللحظة بأنه ماكو أي مسؤول شعر بالمسؤولية وتوجه إلى محافظة البصرة لوضع الحلول، وضع النقاط، وضع المشاكل، إلى أي مدة ممكن القضاء على هذا التلوث أو إيجاد حل لما يعاني المواطن البصري. جميع التصريحات تطلق من العاصمة بغداد وحتى هذه اللحظة مجرد تصريحات، ولكن ما شفنا بأن هناك حلول. فقط لوزارة الموارد المائية اللي تحدثت خلال يومين بأنه في الشهر القادم في يوم الخامس من الشهر التاسع راح تكون هناك أيضا مؤتمر أو جلسة في محافظة البصرة للوقوف على المشاكل والحلول لوزارة الموارد المائية. إلى ذلك الوقت، من هذا التاريخ إلى ذلك الوقت، شلون راح يواجه المواطن البصري اليوم اللي واقف وحيد هذه المشكلة وهذه الكارثة بظل انشغال اليوم الجهات السياسية والحكومية بتشكيل الحكومة القادمة؟ حميد من الأنبار. نعم حميد. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي العزيز، احنا ننضم على صوت البصرة وعلى صوت كل محافظات العراق، اللي من كوبا لغير كوبا، بس احنا بالذات محافظة الأنبار يعني من بعد داعش اليوم شفنا ظلم، يعني شفنا ظلم من بعض القوات الأمنية، من بعض ضباط الأجهزة الأمنية. عندك اليوم اللي يحتفل، عندك اليوم الشخص اللي يحتفل يعني سواء على مشت اشتباه او سواء عداوه او سواء على موضوع غيره، بس موضوع مرهاب، الارهاب نعرف احنا كله مثبت عليه وسوى، بس اكو ناس جاي تطب بالصيرفه اللي عنده فلوس جاي يحتقلونه، احتقلت، وهذا بعلم وزير الداخليه. احنا الناس وزير الداخليه ان يتدخل بشؤون محافظه
الانبار اللي هاي مجهز تصدر اوامر قبض بحق الناس اللي وقفت واللي قاتلت تنظيم داعش واللي انطت شهداء. بس انت اليوم عندنا واحد عنده 4 شهداء وحاليا وعلي وذكرت امر قبض 4 ارهاب ومعتقل، هو 4 ارهاب معتقل، زين هذا من المسؤول عليها؟ ان شاء الله راح نتحدث علي. راح نتحدث عنها في الحلقات القادمه ان شاء الله حول هذه القضايا مثل ما اتصلت ابو محمد وحضرتك حول مشاكل المعتقلين اللي تحدثنا عنها في السنوات الماضيه حول موضوع المعتقلين، وايضا مطالبات بالعفو العام والشمول بالعفو العام. نعتذر منك لضيق الوقت ونشكر مشاركتك واتصالك، ونعود ونذكر بعنوان الحلقه حول اهمال الواقع الخدمي والتضييق على الحريات المدنيه للتظاهر السلمي جريمه يعاقب عليها المواطن البصري. بهذا المقاطع الفيديو اللي راح نعرضها حاليا، هذه الصورة موصلة للجهات المعنية، وزارة الموارد المائية، وزارة الصحة، الحكومة المحلية، واللي تبين عدم تفاعل مثل ما نشوف الصابون بسبب ملوحة المياه واللي ما تصلح للاستخدام. فلنتابع. والله صابونة حتى لا تقولون نايلون أو كل شيء. طعمة في الصفر. والدولة العراقية باقية بطريقة الغبية هاي مستمرة بإدارة مشاريعها وإدارة الدولة بغض النظر عن أي مجموعة تقود الحكم، ما دام تفكر بنفس الطريقة بإدارة المشاريع وهالروتين وهالبطء وهالفساد. نأخذ اتصال آخر. رائد من البصرة. نعم رائد. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لشغلة المي المالح بالبصرة صراحة يعني احنا البصرة كلش يعني متضررين من هاي الشغلة. يا ريت يعني الجزء اليوم المواطن البصري يقول يا ريت لو باقين على الملوحة ولا التلوث وحالات التسمم. والله احنا كنا قابلين بالمي المالح. نعم. بس انه يصير مي مجرثم وفي ميكروبات جراثيم، يعني البصرة ما عايزها يعني اضرار المي قدر ما كنا احنا متضررين من ابار النفط اللي موجودة عندنا بالبصرة واللي احنا ما استفادين منها اصلا. طيب مثل ما نسمع اليوم من التعليقات والآراء بأن الموضوع ما مقتصر فقط على تلوث المياه، بل الحالات السرطانية، تلوث الهواء بسبب الشركات النفطية، الكثير من المشاكل اللي تواجه المواطن البصري. بس اليوم انت نشوف بأنه المياه روح الحياة، روح البصرة. اللي اليوم نشوف بأنه نفوق الحيوانات، المياه اللي ما تصلح لأي استهلاك. شلون اليوم المواطن البصري اللي اليوم واقف وحيد امام هذه المشكله، شلون بده يتعامل مع هذه الكارثه؟ احنا مشكله مواطنين اهل البصره مستغربين يعني من الحكومه المحليه والمركزيه ان هي ما قادره تعمل شيء لهي المشكله. يعني مشكله شغل تعقيم المياه او توفير مياه صالحه للشرب لاهل البصره، يعني اتصور كمشروع مثل هذا مشروع جدا سهل، يمكن ارخص من اقل جسر من جسور البصره اللي سووها. ما اعرف يعني شنو يعني هل هذا حقد الحكومه على البصره، او مثلا رد فعل على مود الاعتصامات والمظاهرات جاي تصير بالبصره؟ يعني شنو هالظلم اللي جاي توقع عليه البصره، رغم ان البصره هي مثل ما يقولون البقره الحلوب، يعني اللي هي كل ميزانيه العراق 90% من ميزانيه العراق هي من محافظه البصره. ليش يعني هالظلم؟ ليش هالاستهتار بارواح البصره؟ عجيب يعني والله. نعم. الحديث لو تحدثنا عن الدعم، دعم الناشطين، الشارع العراقي لمحافظة البصرة بحملة قطرة ماء أو قطرة إلى البصرة، تعتقد راح يقلل من المشكلة أو هذا حل للمشكلة اليوم اللي نشوف بأن الحكومة عاجزة؟ يعني اليوم المواطن البسيط ده يقدم دعم، ده يساند، ده يساعد المواطن البصري، والحكومة واقفة متفرجة مقتصرة فقط على التصريحات. وانتم اليوم مثل ما افتهمت من كلامك انه مستغربين من سكوت الحكومه المحليه، سكوت الحكومه المركزيه. يا اخي انا استغرب في ظل حكومه مركزيه وبهالميزانيه الضخمه، يعني ان احنا نستجدي او يعني ننتظر احد المنظمات الانسانيه انها تقوم بوضع حل لمشكله الماي او لمشكله الكهرباء او لمشكله الصحه؟ يعني شنو يردون يصلحون بالبصره؟ نعم. يصلحون يعني مثلا. نعم. ليش الحكومه هيك عاجزه مثلا؟ يعني انا اللي اعرفه ان الشخص المناسب في المكان المناسب اذا يشوفون نفسهم يعني هم مثلا مو اهل للمركز وللسلطه،
ليش ما ينطون مجال لغيرهم؟ نعم، نشكر مشاركتك واتصالك ونعتذر منك حتى نفسح أيضا مجال لعمار من البصرة. نعم عمار، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالكم أستاذنا الفاضل؟ حياك الله أخ عمار. احنا نشكر قناتكم قناة الشرقية التي تنقل معاناة المواطنين بأكملها. نعم. لكن اليوم بصدد حلقتكم الموقرة التي تنقل معاناة البصرة تحديدا بالذات، فنحن نعاني من ليس فقط وفقط شحة المياه، وإنما ملوحتها، وإنما بتلوثها، وإنما بالمياه المسممة. وفي يوم أمس حسب اعتقادي أن وزيرة الصحة جاءت إلى البصرة وزارت بعض من المستشفيات، ولعله مستشفى واحدة كما يقولون. طيب. فقط وفقط 10 دقائق في مستشفى التعليمي، وبعدها خرجت من عبر الشاشات الفضائية تعبر عن رأيها لمحافظة البصرة بأنها هنالك إصابات قليلة ونسب قليلة من تلوث من التسمم بسبب تلوث المياه. نعم. لماذا هذا التعتيم الإعلامي أيها القنوات؟ فقط الشرقية الآن هي التي بغض النظر عن المجاملات، هذا واقع حال. نعم. هذا واجبنا، واجبنا أخ عمار، واجبنا تجاه كل مواطن. نعم نعم. نعم. أخ عمار، حتى لو كان العدد 1500، حتى لو كان مغص معوي، حتى لو كان تسمم بسيط بسبب المياه، ما يستحق المواطن العراقي بخدمة أفضل؟ ما يستحق بأنه يتعب المسؤول شوية نفسه لتقديم ولو 5% من خيرات البصرة للمواطن البصري؟ لهالدرجة أصبحت يعني حياة المواطن العراقي رخيصة وبلا أهمية بوجهة نظر بعين المسؤول؟ نعم 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 أستاذنا الحبيب، طبعا البصرة كما تفضلتم ليس محافظة هينة. اليوم البصرة هي شريان العراق الكبير، العراق بأكمله أو لعله الأعم الأغلب من المحافظات العراقية هي تقتات على نفط البصرة، على نفط البصرة، تقتات على نفط البصرة. وأنا أسفي الشديد على جميع المسؤولين والبرلمانيين الذين هم من أهالي البصرة. نعم. ولم ينظروا إليها ولو بطرفة عين، ولو نعم. بتصريح على إحدى نعم. الشاشات. نعتذر منك أخ عمار، نتمنى بأن تعاودنا المشاركة في الحلقات القادمة إن شاء الله. إذا بقى مجال نعرض يعني ما تم تداوله عبر موقع تويتر أو من خلال التعليقات عبر تويتر من ماجد. ماجد يقول: أعطني قليلا من الشرفاء وأنا أحطم لك جيشا من اللصوص والمفسدين والعملاء، أنقذوا البصرة، الهاشتاج الأبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب أنقذوا البصرة من الكارثة من الموت، أيضا أنعام بأنقذوا مدينة السياب فلولاها لقتلكم الجوع، أيضا بهاشتاج وتعليق آخر باسم ناشطين الأنبار: نطالب الحكومة العراقية بتوفير الماء الصالح للشرب للبصرة، فلا يعقل أن نعيش من خيرات البصرة بينما يموتون أهل البصرة من العطش وعلاج التسمم الذي أصاب أكثر من 4000 شخص في البصرة، وأنقذ البصرة، خصوصا بأن المستشفيات البصرة لم تقدم أو لم تقم بواجبها نظرا لقلة الإمكانيات وأيضا الأدوية. نلتقيكم في حلقة يوم غد إن شاء الله، و موضوع جديد في الختام. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.